مين اللي ما كتبتش عنه؟ والله تقريبا مفيش مفيش. تقريبا يعني، طب دكتور بس محمد الباز عمل ثروة قد ايه؟ انا لا، ثروة تتناسب مع مجهودي الحمد لله. انا ما دخلش، لا دخل بيتي ولا دخل جيبي مليم حرام. قلت لي الكابتن الكبير عادل حمودة، كلمني عنه. بصي، عادل حمودة لأنه في أنت كمان حياتي انتقدت ده عادل حمودة، لا هو أيضا لم ما انا هقول لك، عادل حمودة في حياتي هو الاب المهني، ففي علاقة الاب. انا ممكن ابقى يعني احيانا متضايق منه، احيانا هو عامل، بس هو في النهاية الاب يعني. يعني انا ابويا اختلفنا في حاجات، وكنا احيانا، انت عارفه العلاقه بين اي اب طبعا. وابنه يعني ممكن يبقى فيها مشاكل، لكن في النهايه هو الاب يعني. انا الاستاذ عادل عمل معايا حاجات مثلا ما تخليني ابقى زعلان جدا زي جدا ايه؟ يعني. لا يعني ما ينفعش تقال عليه. طب قول لي حاجة لا واحدة. لا، في حاجات كتيره ممكن، وده بطبيعه شغلنا ايوه تحديدا يعني. لكن في النهاية أنا لما بشوفه ببقى بتعامل معاه بهذه الروح، اللي هو يعني بالنسبة لي يعني يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ده أبويا يعني. ايوه